مساء الخير جميعا. هذه المرة ماذا أقرأ من شارع المتنبي من بغداد، حيث سنذهب في رحلة معا نتعرف على هذا الشارع اللي بيحمل اسم أحد أهم شعراء العرب، فلنذهب معا. كل الكتب التي ممكن أن تفكر أو تفكري بها ستجدونها هنا في شارع المتنبي، كتب لمعارضين سابقين، كتب مذكرات لرؤساء دول، كتب فلسفية، كتب دينية، كتب اجتماعية، جنسية، يعني كل أنواع الكتب ممكن أن نجدها هنا، وبطبيعة الحال بنسخ جديدة ونسخ قديمة، والأسعار كما يعني يبدو واضحا أسعار زهيدة، يعني بالإمكان أن تملأ المكتبة الخاصة بك أو بك بميزانية مقبولة. حجي مجدداً جحكينا مع بعض؟ نعم. للأسف ما كان عم بيسجل. لا والله. والله كان عم بيسجل. ليش وين؟ هناك مش حكينا عن الكتب. ليش؟ والله مش عارف، ما كان عم بيسجل، هلا عم بيسجل. لازم طافرة معلم. تحكي لنا على الشارع. شارع المتنبي من الشوارع اللي موجودة القديمة. شو بيعني لك شارع المتنبي لك؟ يعني لي الحياة، الروح، يعني اللي موجود، وخاصة من أيام الطفولة، لأن مدارسنا هنا وأنا من هاي المناطق، يعني حواليها الإعدادية مالتي كانت هنا موجودة بقرب الميدان، يعني بعد شارع المتنبي من مسافة. شارع المتنبي هو من الشوارع القديمة في العهد العثماني وأول عهد الملكي، كان اسمه شارع الأكمخ خانة، يعني المخبز العسكري بالتركي. بعدين بالثلاثينات بدأت تنتقل المكتبات من داخل سوق السراي. فشارع المتنبي بالنسبة لي الروح، الريال. يعني هل سؤال أخير عذرا، هل تتخيل بغداد بدون صعبة المتنبي؟ صعبة بدون المتنبي. الآن نحن في مبنى القشلة، والذي كان الديوان الحكومي سابقا، بني في العهد العثماني واستمر استخدامه لسنوات عديدة ولعقود عديدة. الآن هو منتدى ثقافي ضخم كبير، مكان جميل للزيارة، فيه أيضا خيام مثلا، مخيم إفراح الثقافي سأحاول التقدم إلى الأمام حيث أسمع بعض الموسيقى الآتية من إحدى الخيام، لعلها تكون حفلة موسيقية أو لنرى. هذا النادي اسمه، هذا شلون تعطيه؟ شاب الحلم احنا ترى.